السلام عليكم، انا مراد عتيق، انا مدير شركه ايفوليكيد. انا مولود في فرنسا، وانا مولود في فرنسا طبعا، انا كذلك جزائري وفخور بذلك جدا، فعندي الجنسيتان كما يعني اصولي من جهه الغرب، دوار ولد بجمعه شقة موشنت، درست فرنسا وحصلت على شهاده معلم الرياضيات، ودرست هنالك في فرنسا اولا، وكنت مرسول الى الخارج دون لي ميور زيكول، في احسن المدارس في العالم. ايفوليكيد سيت اون ستارت اب، يعني شركة تعمل في الاختراعات التكنولوجية، وخلقناها قبل تقريبا 7 سنوات، وأقول خلقناها لأن أنا مش الديريكتور جينيرال، المدير، وكان أيضا أخي هو عنده انفورماسيون في الهندسة الروبوتات، وهو خبير في الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال، ويعني خلقنا هذا المشروع، هذا الشركه، هذه الشركه قبل 7 سنوات، اول شركه تعلم البرمجه للاطفال. فرنسا مطلوبون كثير، عندنا امكانيات كبيره، نعمل مع الولايات هنالك، لي كوليكتيفيتي، المدن، وكذلك نعمل مع الشركات الكبرى مثل لوريال، تي اف ان، لا مايف، بي ان بي باريبا، سوسيتي جينيرال، مع اليونسكو ايضا. ولكن قبل تقريبا 2 او حتى 3 سنوات نادونا من الخارج، في غينيا افريقيا، رحنا حتى لنوفل كاليدوني، شق استراليا، وكوني بارتي تخي لوان، نادونا في المغرب، نادونا في تونس، اكسترا اكسترا، وقلت كيفاش؟ ينادوني يعني غادي نروح حتى، رحنا حتى في الصين بوغ لمؤتمر، وقلت يعني قلت في نفسي كيفاش انا غادي نروح في كل البلدان وما نروحش في بلادي في الجزائر، حتى نحضر كل ما فعلنا خلال 7 سنوات. جبت لي دو ميور، يعني احسن بروجي اللي درناه في فرنسا وفي البلدان الاخرى، انه قدمت للوزير ان ديسبوزيتيف ايتينيرون، يعني يتناقل من في، والمقصود ان نمر بكل الولايات الجزائريه، دونك سان كاميون توتالمون ايكيبي، فوالا توتالمون ايكيبي، قد يدخل فيها 30 شخص من الفصول، من ليكول، في المدارس، وحتى ايضا نعلم المدرسين البرمجه، الروبوتات، الرياليتي فيرتشوال، الذكاء الاصطناعي، فهذا المقصود، ان نحضر التكنولوجيات في يد الشباب والمعلمين ولي فامي تاني، لي زونتربريز اكسيتيرا. دونك فوالا ان غرو ديسبوزيتيف، هذا ان شاء الله سيكون فوالا يكون واجد عندنا، سان ديسبوزيتيف كون افي درناه في فرنسا 3 سنوات، ونا توشي اكثر من 200,000 شخص، ف
فان شاء الله نديرو هنا. Il a été élu meilleur dispositif au monde sur du numérique. J'espère. شرف كبير وفي افتخار. Juste déjà, في المرحلة الأولى أقدم. فقابلت مسيو الوزير ياسين وليد ومسيو الوزير حسين شرحبيل. دي سي غراند فيرتي. جزيرة الحمد لله يعني شعب ذكي جدا واكثر من الذكاء شعب يعني كما يقولوا اباطاي شعب ما يطلقش. فانا جو سوي تري كونفيون يعني متفائل جدا انه الشعب يستقبل يعني هذه التكنولوجيا بشكل عام. نحبكم بزاف سي سيغ سارتان. والله انا سافرت في كل البلدان ما غاديش نقول لا يعني لا يوجد شعب مثلنا. هذا سي كما نقولوا سي ليكزاجيراسيون. ولكن والله عندنا شعب عن جودته مليحه بزاف. كان اصل كان نيه وخاص نبنوا على هذه النيه. وسان شعبي يعني ما يطلقش كما نقول ديما يحارب جو با كومون ما يطلقش. سي اون تري بون كاليتي. ماتنون هذا الميساج هذه الرساله لا يعني لا اوجهها الى الشعب لا غالب عليه. اوجهها الى ولا الى من يعني يدير هذا الشعب. بون ديناميك الحمد لله. انا قبلت زوج يعني وزارين و جيسبر كو سا باس كونكريتيزي باسكو الشعب هو ينتظر. الشعب ينتظر فيه ثقه كبير و فوالا جيسبر كو سا باس سو رياليزي. جدتي دادا الياقوت